باش نحكيو على مختبر المستقبل اللي باش ينظم حفل فني موسيقي ذو نوع خاص ومواصفات خاصة. مرحبا بك أميرة. عايشك، مرحبا بك ناس. دونك انت مسؤولة الإعلام أميرة والتواصل هكا بمختبر المستقبل. مختبر المستقبل دونك مختبر المستقبل كما كنت تحكي نظموا حفل يوم لحد الجاي 30 جوان بالمدرسة الإعدادية بنو خلدون. دونك قبل كل شيء نحب نعرف شوية بمختبر المستقبل، أكيد برشا ما يعرفوش. شنو مختبر المستقبل؟ مختبر المستقبل هو مشروع تربوي اجتماعي ثقافي، هو مبادرة من مؤسسة كمال الأزهر للعمل الثقافي وزوكنفولس لابور اللي هي مختبر المستقبل في مدينة بريمن الألمانية. دونك هو مشروع تونسي ألماني عنده برشا أهداف، من ضمنها تعزيز قدرات الفرد والمجتمع، تعزيز الثقة في النفس لدى الأطفال المراهقين بلوتو اللي الفئة العمرية بتاعهم ما بين 12-16 سنة هكاك. جاي بحضينا السي محمد الأسود لهنا وقتها وحكي عليه، ونتذكر وقتها كانت في ابن خلدون كانت المدرسة. تتفق دونك احنا نخدموا على المدرسة الإعدادية ابن خلدون بمنوبة. دونك البروجي متمركز غاديكا، بنستغل فرصة باش نسمي الشركاء بتاعنا اللي هما سون بوبليسيتي. لا 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 هما جوستومون المدرسة الإعدادية اللي هي من خلالها شاركتنا مع وزارة التربية، كذلك وزارة الثقافة بيسكو المشروع نخدمه فيه مع الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة محمد الأسود، ووزارة الشباب اللي تتمثل في دار شباب منوبة، خاطر احنا قاعدين نمارسوا في الأنشطة بتاعنا في دار شباب منوبة. باهي احكي لي، طيب بين حضور سي محمد الأسود لهنا وحضورك أنت اليوم أشواط كبيرة، معناها عندكم تحضيرات اليوم، نجموا نحكيوا على عمل حاضر. إذا كان احنا اليوم أوني لو 24 لو 30 تحكي لي على الحفل هذا، دونك شنو نجم تحكي لنا على الحفل في معالمه الاخيره؟ في معالمه الاخيره هو قبل كل شيء باش نحكي لكم زاده كيف شويه على لحن الحياه. لحن الحياه هو فرصه للصغيرات بتاعنا اللي يقراوا عنا باش يعبروا على الهواجس بتاعهم، على الافكار اللي عندهم طريقه فنيه. دونك مش نشوفوا في الحفل بتاعنا 20 اغنيه كلمات والحان واداء الصغار، بيان سور بمصاحبه الفرقه الوطنيه للموسيقى وبتاثير الاستاذ سليم بكوش، هو مدير ورشه لحن الحياه، بمشاركه ضيف الحفل هو الفنان العالمي مارك شيبه، هو زاده المدير لحن الحياه بمختبر المستقبل المانيا. تري بيان، انا شويه حبيت نسال على التلامذه هذوما اللي باش يامنوا الحفل، هما النجوم ولا لا؟ هما النجوم، هما النجوم. دونك كيفاش تم معناها لقيتوا صدفه المدرسه اللي تمشيوا تخدموا فيها تلقاو فيها اصوات، تلقوا فيها ناس هاوية، وإلا تشتغلوا على الهواية هذية ويتمرنوا؟ هو الفضل يرجع بالتأكيد للأساتذة المؤطرين للصغيرات بتاعنا. كما قلت لك احنا نخدموا مع اعضاء الفرقه الوطنيه للموسيقى، الناس الكل تعرف معناها المستوى العالي والاحترافي بتاع الفرقه، كذلك مع الاستاذ سليم بكوش. خدمنا اكثر من عام على الحفله هذيا، دونك احنا عملنا حفلات قبل اخر واحده، حفل لحن الحياه في ديسمبر 2018، هذه النسخه الثالثه من الحفل. الصغيرات تعودوا في الاثناء، خدموا برشا. توا احنا المده هذه تدريبات كل يوم على الحفل، نتصور على قدم وساق. وفي الاثناء سافروا لالمانيا، فما لي شونج هذاك اللي صار اللي تعلموا فيه بالكدا. دونك كيما تشوفوا هذوما شويه ان بو دو تو من الورشات، خاطر فما ورشات العزف مش كان لحن الحياه كهو. دونك يتعلموا الالات الموسيقيه، يتعلموا الكورال، شاركوا قبل في حفلات وفي انشطه اخرى ثقافيه شاركنا فيهم. دونك فين باش يكون؟ في المسرح البلدي؟ في وسط الكوليج. في وسط الكوليج. بالمناسبة نحب نحيي الإطارات العاملين بالكوليج. اختيار هذه أميرة أنكم تكونوا في وسط الكوليج؟ هو بيسكو المشروع اساسا نخدموا فيه في الكوليج، ديجا قاعدين نحضروا في سال دو 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 سبيكتاكل دو ريبيتيسيون غادي نحكيو على طاقه استيعاب زايده، يعني باش اكبر عدد ممكن من الجمهور. محضرين تنجم توصل حتى ل 400 شخص معناه ينجموا يحضروا. دونك نعاود نفكر بالدات 30 جوان 8:30 في المدرسة الإعدادية ابن خلدون. نحب نحيي ونحب نشكر شكر خاص المدرسة الإعدادية وعلى رأسهم السيدة المديرة مدام سعاد، كيف دار الشباب وسي عاطف مدير دار الشباب عطاونا فرصة كبيرة باش ندربوا غاديك، يحلوا لنا دار الشباب تو مومو ماتريالنا عندهم نخدموا براحتنا. وكيف هذوما نتصور دي زانترفيو هذوما دي زانترفيو دي تيمونياج تاع تلامذتنا وقت خلال حفل لحن الحياة بمدينة
مبادره من الالمانيه. تو حسب التجربه هذه، لانه هنا الفني مع التربوي مع الاجتماعي، مع الاجتماعي هالتمازج هذايا، تو صدقناها معك اميره، تحسوا معناها على الخدمه على امتداد ثلاثه سنوات، ثلاثه نسخ خلينا نقولوا للمشروع هذايا، تحسوش على كان ناخذوا عينات من التلامذه، فما تطور في الاداء نتاعهم الدراسي، فما غرام اكثر، فما شغف اكثر، يعني كيفاش خدم هذايا الاداء نتاعهم وقرايتهم؟ فاحنا توا نشوفوا حتى ابسط حاجه الغيابات مثلا، ابسط حاجه الغيابات، ما عادش نشوفوا تلامذه يغيبوا خاصه على الورشات الموسيقيه، معناها توا كان نشوفوا على صفحتنا على الفيسبوك قاعدين نوريو في لي ريبيتيسيون، الصاله معبيه، تلامذه الكل حاضرين متحمسين، ولاو عندهم لو سونس دو 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 لونجاجمون، فما ان ديسيبلين بيان ديتيرميني ولينا نشوفوا فيه، وهذا شيء الحقيقه يفرح، بيسكو هو مشروع الرائد اللي يخدم اللي يخدم الموسيقي والتربوي والاجتماعي، يا با ميو جو تروف معناها. اي جوستومون، والحقيقه انا باش نقول هنيئا ليهم، وهي فرصه ان شاء الله يستغلوها بالباهي، لانه نحكيوا على الفرقه الوطنيه بصولاتها وجولاتها، ونعرفوا اكبر الفنانين غناوا معاها وكانت لهم نقطه تحول كبيره كسوسوا توانسه والا حتى من العالم العربي الكل. كلمه اخيره، كلمه اخيره اللي احنا عندنا زده ضيوف جايين من الاوركستر دي دوتش كامر فيلا هارموني المانيا، زده هذا اوركستر عالمي معروف الماني، جايين باش يشاركوا معنا الحفل. دونك لو ميلونج ستيليزو المون باش نشوفوه مره اخرى لو 30 جوان مع 8:30 في المدرسه الاعداديه بنو خلدون منوبه. تخي بيان، مره اخرى نقول للعالم الكل اللي لغه الموسيقى والفن عابره للقارات وعابره للحدود. شكرا لك.